مساء الخير. معانا يا جماعه على الهواء حاليا دلوقتي مداخله الدكتور جورج ناشد، عضو مجلس نقابه الاطباء ورئيس لجنه التحقيق او التحقيقات بالنقابه. يا دكتور جورج اتفضل. سامع حضرتك والد الطفله جوري بيقول ايه؟ دي مش اول واقعه للدكتوره المذكوره يا دكتور جورج. بناء على ايه الكلام ده بيتقال يا دكتور علاء؟ بناء على ايه؟ ارجع يا دكتور لمستشفى كريستال عصفور ومستشفى وادي الطب حضرتك تعرف. ليه في بنت اسمها سلمى، سلمى توفت وعندها 20 سنه. لا 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 انا ما اقدرش ادخل في حوار مثل هذا الحوار، لان ده كلام مرسل، ده كلام يبقى محل كلام يبقى رسمي. معلش يا دكتور علاء اسمعني من فضلك. تمام يا دكتور جورج، بس احنا خلينا في الواقعه بتاعتنا يا دكتور جورج. عايز نكمل المداخله هتسمعني، حضرتك مش عايز تسمعني هنقفل. انا معاك يا دكتور جورج، بس انا اسمعني بقى اكمل كلامي. تمام. بلاش في الاعلام يا دكتور علاء تهيج المواطنين على الاطباء من فضلك يا دكتور جورج. بيقولوا انه الواقع، بص يا دكتور، يا دكتور علاء هتقاطعني. لا، لما يكون عندي خطا مهني جسيم يا دكتور جورج انا لازم اعمل كده. يا دكتور علاء لا مش لازم حضرتك تعمل كده. اتفضل اتفضل يا دكتور جورج ناشد. لا يا فندم، لا يا فندم، حضرتك تتقصى الحقيقه الاول. الكلام اللي بيتقال ده كلام مرسل، احنا لسه الواقع اللي بتاع جوري محل تحقيق. طيب دكتور، طب الواقع اللي فات دكتور جورج احنا مش هنتكلم عليها، احنا خلينا في الواقع بتاع جوري. حضرتك تابعت التحقيقات بنفسك؟ بالظبط كده. في وصل شكوى للنقابه خاصه بالمتوفاه، عشان نبدا تحقيق فيها لازم بنبعت للمستشفى تبعت لنا ملف المريضه، يعني في اجراءات تبقى للتحقيق. لم يتم التحقيق بعد، لان الورق ده لسه جاي، انا لسه شايفه امبارح. طيب يا دكتور جورج، طبعا تحقيق، لانه التحقيق ده ليه اجراءات، اجراءات قضائيه حقيقة. لو ثبت ادانه الدكتور يا دكتور جورج، ايه اجراءات النقابه اللي هتتم؟ لا قول تاني يا دكتور علاء. حضرتك لو ثبت ادانه الدكتوره المذكوره في الواقع بتاع جوري، حضرتك النقابه ايه اللي هتتخذه؟ هل هتشطبها؟ هل هتحول الورق للنيابه العامه؟ انا يعني عايز اسمع من حضرتك. احنا جاء التحقيق بناخد القرار المناسب للحاله، ما والقرارات العقابيه للاطباء غير معلنه للاعلام، لكن من حق المقدم الشكوى فقط هو اللي ياخد افاده بالقرار، لكن مش في الاعلام يا دكتور علاء. يا دكتور جورج، الواقع اللي قدامي يعني من حق والد جوري انه لما يخلص التحقيق ويتخذ قرار في النقابه يجي ياخد قرار العقاب اللي تم اتخاذه، ده من حقه. طب وحضرتك يا دكتور هتعاقبه على اساس ايه يا دكتور؟ على اساس التحليل ما طلبتوش؟ وعلى اساس هي مودي بنتي؟ انا عايز اعرف تعاقبها على اساس ايه بالظبط؟ انا سمعت من طرف واحد اللي هو حضرتك. طيب ماشي، حضرتك دكتور وعارف انا المفروض البنت قبل ما تعمل عمليه اصلا تعمل لها تحليل السي ار بي بتاع السي ار بي والاي تو اس دوت، صح؟ حضرتك الكلام ده يقوله متخصصين مش احنا ولا حضرتك. مش حضرتك دكتور في النقابه المفروض متخصص معانا؟ انا دكتور بس ما ينفعش. طيب ده الف بيه تحاليل بتبين سواء البنت تعمل عمليه مش تعمل عمليه. لا يا فندم، لا الكلام ده مش حقيقي. هو انا ينفع اخش اعمل عمليه دكتور يبقى عندي السيوله عاليه والهيموجلوبين بتاعي 14 اعلى من النورمال بتاعي، اخش اعمل عمليه؟ ده حوار محل تحقيق، لما يخلص التحقيق حضرتك هتاخد افاده بيه. بس يا جاشا مش شايف في تحقيق، شايف مفيش عدل كده، انا شايف في كده في ظلم، في انحياز للدكتوره، دكتوره قاتله وموتها بنتي وتقول لي لا، انا مش فاهم. واحده قاتله ومش عامله تحاليل ومش عامله المطلوب منها. هنتابع مع حضرتك دكتور جورج ناشد. هنتابع مع حضرتك دكتور جورج ناشد، عضو مجلس نقابه الاطباء ورئيس لجنه التحقيقات يا جماعه في قضيه جوري، وان شاء الله يا رب مجلس النقابه يعني ياخد قرار يرضينا، يعني يريح الاب والام. بص يا دكتور علاء، يشفي غليلهم شويه، يعني عشان انا مش بهيج يا دكتور جورج المواطنين على الاطباء، على الاطباء والله. قرار يا دكتور علاء، بس الاخطاء كترت قوي يا دكتور. لا 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 معلش يا دكتور علاء، مفيش حاجه اسمها قرار يرضيك ويرضينا. القرار السليم طبقا للتحقيقات هو القرار اللي هيتم اتخاذه. طب دكتور، ما تطلع الدكتوره على موقع معين تقول لك انا عامله عمليه جراحيه، وهي قايله لنا العمليه معموله بالليزر والمستشفى معموله بالاله بالليزر، تقول ايه؟ تمام، قول لي عرفني واحده دكتوره. اول ما بيعمل عمليه دكتور جورج، العمليه دي معموله بالليزر. حضرتك كلام الدكتوره بتقول ان عملت العمليه بالليزر والمستشفى عملتها بالليزر، وبتقول بتقول انا عاملاها جراحه للجهات اللي سالتها ان هي عاملاها جراحه. طب ده كلام، هل لا ده منطق؟ طيب تاني حاجه، تاني حاجه بتقول ده الاهمال الاب والام وحصل لها نزيف بسبب عدم الاكل. انا بقى بدينها بكلامها. طب انت ماشي، انت بتقولي ان هو انا يا ستي انا اهملت خلاص، اما لقيتي النزيف في بنتي
وبنتي هيموجلوبينها 11، ما تقدريش تنقذيها وتعملي كده؟ ما تقدريش تنقذي بنتي في النزيف الاول. وانا يا ستي اهملت، او كانت تقول لكم، او كانت تقول يا دكتور جورج لا ده جت عادي، كانت تقول مثلا ان الموضوع يعني يستدعي تدخل، هي لو مثلا ذكيه كانت قالت لي من الاساتذه انت اهملتي روح مكان معين، هي لو كانت قالت لي انت اهملتي وانا شايفه مثلا الجرح اهو وحش، ده قالت لي انا شايفه الجرح كويس وبنتك ده طيب طبيعي. دكتور جورج ناشد ده عضو مجلس نقابه الاطباء ورئيس لجنه التحقيقات، ده يتقال عليا يا دكتور، ويا رب كده يكون كلامنا عاجب نقابه الاطباء، لان احنا قدامنا حاله واقعيه.